انا ما عرفش دير هكا باتري فيب. صبر انا ندوز لك على لي شارجور هكا خايس. انا ما عرفش اخويا انا ما عرفش. انا عادي انا خدام. لقيت التليفون صافي لازم نقاد التليفون هنا. هيا خاص تزيد لي ايتو. صافي سمعتيني انت انا ما عرفش غير لي قال لي كنداش. صبر صبر كاين واحد المشكل ديال الشارج يبقى يشد ويقطع. شفت مال الميكروفون عندك تيمشي ويجي. صافي خليتها يطفى. لا لا صبر 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 الشغل نشوف واحد اللعيبات الاخرين اللي وصلوا لك ما فهمتش علاش جرب له هذا جرب له هذا. لا 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 خلي هذاك لا هذا ما غاديش يقطع راه مشارج. صافي لا وقال لك واش جاتك شي مكالمه سولو واش كيتسمع الصوت. لا ما كاينش تنقول جاتك شي مكالمه ولا شي حاجه هو الحيط لايف. صافي ها هو اخي زوين قهوه عندي. لا لا صبر 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 صبر. لا لا صافي صافي بعد تيجي صافي غندير ابوندوني عندك مزيان غنكملو اللايف عندك. صافي تصيفطو لي دير لهم ستوري قول لهم الدراري غنكملو اللايف عندك. صافي الدراري واحد الدقيقه خاطر واحد الخطا فني هنايا كاين ستوري. انت اون تيري هي هي سير اخوان اللايف ديالي مع السيمو لايف راه كاين عند السيمو لايف لاشين ديالو لاباج ديال البروفيل انستغرام ديال سيمو لايف دوت ديال كاين وقع شي مشكل تكنيك دخلوا لي الميكروفون صافي راه وان طاكي دخلوا السيمو دابا اوكي سيمو لايف عجبك اللايف مزيان هادشي سلام شرا
اتصل بي واحد مسؤول ما تنعرفوش وقال لي راك درتي مخالفه يعاقب عليها، وما قال لي لا دير ما قلت ليه شكرا نبهتيني على الحال. السكور ديالك تيلعب، لان ما يمكنش انت على مره واحده تنعاقبوك وانت تجي 700 مره زوين ومره واحده خايب. انا لا بعجب صراحه، انا غايتي انا ما قلتش الفلسفه عندي، الفلسفه عندي هي انه شي حاجه كتقنعني عندي كتركب لي مع الاليه النقديه ديالي. علاش الا كانت خايبه نقولها ولا كانت زوينه ما نقولهاش؟ تتقول لي كاين صحيح البلاد فيها مشاكل كثير ولكن فيها مشاكل، فيها مشاكل وما فيهاش مشاكل. كتحاول تقول لي كاين اللي كاين، عندكم مثال على الهضره كنقول. فاش داك الفيديو ديال تحرس على الصرف كلشي الجرائد كانوا كيقولوا الا تحرس على الصرف المغرب غندخلوا في حيط، وكانوا الجرائد ما كانوش كيقولوا التحرير كانوا كيقولوا التمرين، وكان بنك المغرب تيقول التمرين. شنو الفرق ما بين التمرين؟ هو انه كيطلق الدهب او الاخر تيخليه مربوط شويه شويه. حاجز شنو مربوط؟ يعني الا مشى تا اغلى ولا غالي وخاص الفلوس كيحط البنك المغربي الدوره كانفيستي في السوق باش بنادم يلقى اللي بغى يشري ديك الثمن كيبقى. اش قالوا المغاربه؟ قالوا هذا القرار غادي يخرج على المغرب. كلشي المغاربه قالوا ها هو دابا مر فينا هو اللي خرج على المغرب. سؤال راه العكس دابا واقع، راه ودابا هو البنك المغربي تيقول اللي ما بغاش يدوز لمرحله اخرى ومقاتل. علاش؟ انه كيقول لك انه في الاملاءات داز النقنق الدولي على المغرب. الواقع يثبت العكس، كيثبت العكس الصريح ديال البنك المغربي تيقول لك لا انا غادي ندير داك الشيء اللي بان لي وقالها بالله على الاخر صعب الاخر. قال لهم هما قولوا اللي بغيتوا دابا انا بينا انا عندي هضره شعبويه غادي نقول راه المغرب تابع صندوق النقد الدولي وكذا وغنبان زوين مع الشعب. اولا نقول لي كاين ونكون صالح مع ذاتي. نقول لي كاين ونكون صالح مع ذاتي واللي بغى يفهم يفهم اللي بغاش يفهم. فهادشي اللي نقول في نهايه المطاف انت صانع محتوى. صانع محتوى. دابا شنو لقيت انه المسؤولين في الوزارات الى غير ذلك المشكل ديالهم مع الفيك نيوز. راه ما كارهينش ها واحد يقول داكشي اللي كاين. يا ربي قولي داكشي اللي كاين. قولي داكشي اللي كاين. اللي كاين بلا انتربريتاسيون سياسيه داعمه. شي حاجه لان دائما السياسه كتعكش. كاين شي انتماء سياسه خايس من لا خويا انا اللي نتي انا بعيد كل شيء حتى انا كاع شي بعيد زيرو انتماء. انا رايي سياسيا انه الواحد ما امكن انا في لوكال ديالي اللي نصنع المحتوى ما يكونش عنده بوزيسيون لانه خدمتنا كنجمعوا الناس ما كنفرقوش. والفكره ديال انه يكون عندك موقف سياسي او موقف تجاه دين معين او موقف تجاه طائفه معينه كتفرق الناس. خاصك دائما تبقى في الحياد وتحاول تجمع الناس بالافكار ديالك المنطقية اللوجيك. انا هو ذاك العام فهمتيني دونك هادشي الحمد لله خيت عندنا في هذيك الجلسات شي واحد ما عندوش انتماء. هادشي اللي كان دونك هادشي اللي وقع من بعد بدا عندي المشكل ديال ان خاصني الدري تزاد عندي الدري خاصني كمل لي بارطاجيت الحلقة خايب عقلت عليها وانا تصرت قلت غادي ندير فيديو اخر. اشنو كان الكونتكست؟ كان الكونتكست هو الانتخابات الجماعية والجهوية. وديك الساعة أمام طو أنا كندير أنا تخرج من السيرك كنقلب على أني ندير سبيكتاكلات خدام مع الدراري في السونات وكنخدم هنا غوشة دروات دراري السونات. غادي يجينا واحد البلان اللي قلت لكم ديال ميشوك غادي نمشيو نصوروه في الجبال. قبل لا نمشيو نصوروه في الجبال لحت داك الفيديو ديال أجي تفهم انتخابات جماعية وجهوية. ملي لحتو مشيت للجبال كاع ما شفتها أشنو وقع لأن مكاينش الرئيس كنتلقى بصحفيين في قناة البي دي ان تيفي تيقول لك هذا المحتوى كوندونسي بحال هكا ما لقيناش. والله اخي زوينك شوف ما عمري فهمتي كنربجا ما لقيناش نجمعوه ديك اللعيبة غتلقى المعلومة هنا هنا من شتا. لا اصلا ما تتحس ان داك الشيء مكادجينو باش انت ما تفهم. لا كتحس علاش كتقول ما تشرحش ليهم ولا تشرحوا غادي يديروا لنا الربجا حط لهم شي حاجه. اشنو درت فاش شفت الفيلم اللي درت هو كالعادة مشيت عند هذاك اللي كيكون في الدرب فاهم كلشي كيبدا يدير انتخابات مع كلشي تيكون مع كلشي الاحزاب تيشرب مع هادو مع الانتخابات ديالك ديري انتخابات جماعيه. قلت ليه واش الفرق مع البرلمان؟ وتيقول لك شي حاجه ولكن تيخور فهمتيني تيقول بزاف الاخلاق وهو متيقن انه عنده الصح. قلت ليه بلاتي الانتخابات الجماعيه يعني هاد الناس اللي في المقاطعه وكذا اللي كيمشيو اللي غادي يزمنوا الوراقه نبدلوهم. قال لي لا سميتها المقاطعة باش الجماعة. وأنا كنقول ليه علاش كاينة عملية مقاطعة عن الشوق؟ تيقول لي أنا هادو حاجة
واللي ما يمكنش الموطوع داك السوين كنمشيتي لهذيك اللعيبه كنلقى سميتها ملحقه اداريه. علاش كنقول لها مقاطعه ما سميتهاش مقاطعه؟ حنا كاملين غالطين شدين كنمشي الجماعه ديال هذه الخدمه ديال الصحافه. تقول علاش اكتشفت انه عندنا بزاف الافكار خالطين وكنسحب الله مره نكون جاي غادي نجي ضرب الصبادريه وتجي وحق الله العظيم. وانا
تحيي الناس. دابا علاش يقدر يقول اودي علاش ريسبونسابل يعيط واحد يوتيوبر؟ انا اولا انا طلبت المعلومه لان اليوم وانا كندوي معاك عندي هذا الاشكال. والله اذا صداع عليا في الصحافه انا هذه القضيه تندوي عليها برنامج فرصه وكذا. انا كنطلب معلومه هو كيشوف الكونتون ديالي. سمعت منه قال نقول المعلومات اللي غادي يضربوه كامل هو في خدمته فمن الحكمة انه يقول لي المعلومه الصحيحه سالينا وانا كنطلب والو كنطلب المعلومه الصحيحه فعطاو لي وقت عطاو لي المعلومه الصحيحه وفهمتها. ها هو التمرين الفرق ما بين التمرين والتعويم وحتى الجميع ولكن راه يقول وداك الشيء اللي كان في الفيديو هو اللي طرح قال لي عزيز عليا انا اللي تعاود لي شحال هذا عاود لهم القصه ديال الكومونيكاسيون ما بينك وبين الناس اللي خدامين تما ودابا انا اسمع دابا داكشي هو اللي خاص الناس يسمع وانا انا مريح جاي من السيرك الناس كيدوا مصطلحات او ايكونوميك تكنيك فرونسي دابا راه داقدا انا جاي عندهم بالخنشه غادي نشد الخنشه وغادي نديرو مطيشه هنا والعرض الطلب رجع كامل سواقي بدا الشيماء فاز السوع الشيماء بدا الشيماء سالا وغادي تشد الخنشه ودير ليها من هنايا وغادي تستمر وغادي يطلع من هنايا وتدور خرج فيها خير راه فريمون سطي داك التعويم فهمتيني حتى ولا اي واحد اللي تفرج ديك الفيديو سالينا وسير وديك الساعه راني بديت في الشركه ديالي